بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سعيد جدا أخواني الأعزاء بلقائي بحضراتكم في دورة منهجية البحث العلمي وتصنيف المجلات العالمية المستوى الأول، الدورة رقم 18. هذه الدورة تقام برعاية الشبكة الأوروبية العربية للدراسات في الجامعة الملكية بالسويد، وبرعاية أكاديمية إثراء المعرفة في منظمة الصداقة الدولية، وبإدارة بوابة ريكا العالمية. حقيقة تنخواني، أنا لي فخر واعتزاز أنه أنا قبل سنتين كنت أحد طلاب المستوى الأول في دورات بوابة ريكا العالمية، وبعد انتقلنا للمستوى الثاني ثم للمستوى الثالث، والحمد لله أكملنا المستوى الثالث بكتابة طروحة في منهجية كتابة البحث العلمي، وتعززت هذه الطروحة بنشر بحثين في سكوبوس بالأسلوب الأمثل لكتابة المقالة البحثية، والحمد لله نشرا بمجلتين سكوبوس، ثم تعززت بمناقشة للأطروحة، وبفضل الله عز وجل بشهادة الكثيرين كانت الدورات لبوابة ريكا دورات على مستوى عالي جدا. أسأل الله عز وجل أنه ينفع بهذه الدورات وتكون عامل دعم لكل أساتذتنا في الوطن العربي وفي العراق لتعلم المنهج السليم والدقيق في كتابة البحوث العلمية وكيفية نشرها. طبعاً ما يخفى على حضراتكم، أنتوا أخذتوا هذا سادس لقاء في هذه الدورة، أربعة محاضرات، ثلاث محاضرات رئيسية واثنين ديسكشن، واليوم هي المحاضرة الرابعة. محاضرتنا اليوم هي خطوات تقديم البحث ونشر المقالة، step of submitting, review and publish research article in scientific journals. طبعا راح نتناول في هذه المحاضرة أربعة فقرات رئيسية. الفقرة الأولى هو حناخذ فد انترودكشن بسيطة حول كيفية أنه أختار السيوتبل جارنال للبحث مالتي. أنا أكملت البحث والمفروض تعلمته مع الأخوان المحاضرين اللي سبقون مفردات المقالة البحثية وشروط كتابتها ومنهجية البحث. فالجزء الأول من المحاضرة راح يكون أنا شلون أختار المجلة المناسبة، وشنو إحنا نسمع بالمجلة الرصينة وسكوبوس وكلاريفيت. راح نتعلم ناخذ فد مقدمة بسيطة، بعدها حتى من نحكي رصانة علمية خصوصا في على مستوى الجامعات العراقية، هذا التيرم أصبح فيموس، مجلة رصينة، مجلة معتمدة، مجلة لا تخضع للتقييم، مجلة بريدتري جارنال يعني مفترسة، وإلى آخره من هذا التيرم راح نتطرق له إن شاء الله. الجزء الثاني هو خطوات السبمت للبحث، خطوات إرسال البحث إلى الساينتيفيك جارنال، ثم خطوات التقييم الريفيو بروسيسنج للبحث، وبعدها الببلش للريسيرش ارتكل بالساينتيفيك جارنال إن شاء الله. شفت على الشات بعض التساؤلات حول الامتحان، ولهو يعني أفضل واحد يجيب عن هذه الأسئلة هو دكتور أخونا الفاضل دكتور عزيز، لكن لا بأس. الأسلوب الامتحان هو ملتي تشويس، ويكون من المحاضرات اللي يعني أخذتوها، ويكون بتو تشويس يعني مرتين، مرة وبعدها اللي ما يتوفق بالامتحان بالمحاولة الأولى راح يكون معكم محاولة ثانية بعدها بيومين أو ثلاثة.
الأسئلة سهلة يعني عادة من المحاضرات اللي أخذتوها، وهي أسئلة عامة، لأن أنتم هسه أنا بالبيسك ليفل من النولج حول يعني كتابة البحوث وكيفية معرفة المجلة الرصينة، شنو سكوبس، شنو كلاريفيت، شنو الامباكت فاكتور، شنو السايت سكور، شنو فرق السايت سكور عن الامباكت فاكتور، وهكذا شنو الاتش اندكس، لمن ينحسب الاتش اندكس، شنو الاي اس اس ان، شنو الاي اس بي ان، شنو الفرق بيناتهم. يعني هذه الاسئله البسيطه نجاوبها بحوالي نصف ساعه، فننتقل مع حضراتكم ان شاء الله ل حتى ما تكون المحاضره ممله على حضراتكم وطويله، راح ناخذ الجزء الاول اللي هو يعني عام، واسمع اسئلتكم واستفساراتكم حول هذا الموضوع، اكتبوها بالشات اثناء ما انا دا احكي. اختي الفاضله ستراند الشات مفتوح هو طبعا، حتى يكون متناول يد حضراتكم، اي سؤال تكتب على الشات وانا حراجع الاسئله. ارجو انهم ما تكتبون شغلات عامه فقط، الاسئله حتى اراجعها بعد ما اخلص الجزء الاول من المحاضره، وبعدها الاجزاء الثلاثه الاخرى هي مترابطه مع بعضها، فباخر المحاضره ان شاء الله نسمع ايضا اسئلتكم حول الاجزاء الثلاثه من المحاضره باذن الله عز وجل. اخواني الاعزاء، احنا حتى نتعلم هذه التيرمز ونحكي على مجله رصينه وبعدها نعرف شلون نختار المجله، مثل ما يخفى على حضراتكم كليتكم سامعين بهاي التيرم اللي نقولها سكوبس جارنال، كلاريفيت جارنال، ناتشرال او ساينس جارنال. راح نتعرف شنو هو معناته سكوبس جارنال. سكوبس هو مستوعب انشئ عام 2004، يحوي على حوالي 70,000 مخطوطه، عفوا 70 مليون مخطوطه، ما بين ارتكل ريسيرش ارتكل وبوك وشابتر وشورت بيبر وميثودولوجي بيبر، هذه الانواع. سكوبس كل الببلشر اللي هي العالميه كانت تكون السفير، سبرينجر، وايلي، ساغا، هي مشتركه بيها، وطبعا ما تمثل فد نسبه عاليه، يعني السفير ما اخذ 10%، اي تربل اي 5%، وهكذا 60% من مستوعب سكوبس هو لمجلات مو ضمن هاي التصانيف العالميه اللي هي الاي تربل اي وسبرينجر والسفير وهكذا، هي لببلشر عاديه، جامعات او غيرها او غيرها. لذلك احنا نشوف انه الان يعني مثلا على مستوى العراق او الوطن العربي اغلب الجامعات تريد مجلاتها تدخل وين؟ الى مستوعب سكوبس، وبدينا نهتم بالثلاث سنوات الاخيره انه ندخل مجلاتنا لمستوعب سكوبس. طبعا ما يخفى على حضراتكم هو فكرة مستوعب سكوبس وبالأخير هي يعني فكرة يعني مادية، لأنه نشوف المجلات اللي تدخل إلى مستوعب سكوبس هي تبدي تأخذ في ببلش في على الارتكلز اللي تنشرها، حتى تكون هذه الارتكلز أوبن أكسس وهكذا. ونشوف إحنا اللي إذا يعني أحد من حضراتكم هو مكمل بوست جراجويت في بريطانيا مثلا في اليو كي أو في اليو اس اي، نشوف انه ماكو هيك دعايه لسكوبس وماكو هيك اهتمام بسكوبس، يهتمون بالكونفرنس الانترناشونال كونفرنس اكثر ما يهتمون بسكوبس جارنال. لكن احنا الشرق الاوسط وبلاد شرق اسيا وغيرها هي يعني اكثر اهتماما بمساله مستوعب سكوبس. مستوعب سكوبس حتى نتعرف عليه امام حضراتكم موقعين، يعني اللي هو السيماغو جارنال كونتري رانك اللي هو الاس جي ار، وسكوبس ريفيو ويب سايت. هذول الاثنين هم اللي يعلموك تشيك هذه المجله هي بسكوبس لو لا. طبعا الاول الاس جي ار هو اللي ينطيني السايت سكور واللي يكون معلوماته وافيه عن الجارنال ويشيكها انستنتينيوسلي، يعني سكوبس الان اصبح يشيك مانثلي، يعني الان اذا نفتح هذا المستوى الاس جي ار ينطي المعلومات العامه عن سكوبس. شنو المعلومات العامه؟ طبعا مثل ما تعرفون حضراتكم لكل جارنال اكو اي اس اس ان اللي هو المعيار الرقم المعياري للمجله،
هذا الرقم هو مثل الاي دي نمبر اللي بالهوية الأحوال المدنية لكل مجلة اي اس اس ان. ماكو مجلتين لهم نفس الاي اس اس ان نهائيا. لذلك من تبحث بالاي اس اس ان افضل مما تبحث بالعنوان مال المجلة. يعني اذا اريد ندخل فد عنوان مجلة اي مجلة مثلا سنسرز، مع العلم انه هي فد مجلة مشهورة، لكن راح نشوف انه حتطلع لنا اكثر من مجلة. 164 مجلة طلعت لي من استخدم كلمة سنسرز. ليش؟ لان وين اكو كلمة سنسر بالتايتل حيطلع. لكن اذا اجي اخذ مثلا هذه سنسر اند اكتويترز بي كيميكال، اشوف انه هذه لها اي اس اس ان. هذا انا من ابحث على الاي اس اس ان تطلع لي فقط هذه المجله، ما يطلع غيرها. شنو المعلومات اللي يوفر لي اياها الاس جي ار؟ الاس جي ار يوفر لي انه ينطيني الببلشر، اللي هو الان الببلشر مال هذه المجله هو السفير، وينطيني الكوارتر مال هاي المجله اللي هي بياربع. احنا نسمع Q1 و Q2 و Q3 و Q4، هذه هي الكوارتر. الكوارتر كل مجلة ضمن اختصاصها. يعني الآن مثلا هذه المجلة هي ضمن الكيميكال، هذه بالكيميكال هي Q1. شنو يعني Q1؟ يعني ضمن أول 25 مجلة بالتصنيف. يعني إذا 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 بالكيميكال توبكس المجلات الموجودة عددها مثلا 100 مجلة، فهي ضمن ال 25 الأولى من تسلسل 1 إلى تسلسل 25، هم دول Q1. من تسلسل 26 إلى تسلسل 50 هم Q2، من 51 إلى 75 هم Q3، وهكذا. فينطيك الكوارتر وينطيك أيضا الببلشر، أكثر من هذه المعلومات ما ينطيك. وهذا يشيك يحدث سنويا. يعني الآن SGR هو محسوب لعام 2020 مو لعام 2021، ما نعرف. يجوز هذه المجلة اللي هي Q4 احتمال طلعت من سكوبس، ما موجودة بسكوبس. منين أعرف هذه المجلة الآن موجودة بسكوبس لو لا؟ وهذا شيء مهم بالنسبة للباحثين. منين أحصله من السكوبس ريفيو؟ السكوبس ريفيو بسايد هو نفس السكوبس اللي أنا كباحث أنشئ به صفحتي مالت سكوبس، اللي أنا أشوف فيها الاتش اندكس مالتي، وأشوف السايتيشن، وأشوف بحوثي اللي دخلت بسكوبس، وهكذا. نفسها في آيكونات السورس أشيك المعلومات مال المجلة، وأشيك الـ من الآثر سيرج أوجد صفحتي. يعني مثلا الآن صفحتي آني بسكوبس هي هذه، تدخل على الآثر سيرج وتدخل اسمك الأول، اسمك last name والفيرست نيم شلون تكتبه بالبحوث، وتدخل أيضا اسمك، تدخل اسم جامعتك، تشوف انه هذا ينطيك معلومات ايش قد عندك بحوث، ايش قد السايتيشن مالتك، ايش قد الاتش اندكس مالتك. لكن بسبب انه احنا ما مشتركين كجامعات بسكوبس، ينطيك فقط اول 10 بحوث داخل عندك بسكوبس، يعني اخر 10 بحوث فقط، ما تشوف البحوث البقيه مالتك ايش صاير عليها. يعني مثلا عندي 32 بحث، انا اشوف بس 10 من عندهم. هذه لان احنا ما مشتركين بسكوبس كجامعة. الآن إذا أجي أنا أريد أبحث معلوماتي الآن بالأس جي آر، إحنا قلنا يا إما تبحث بالنيم أو، وهذا شيء مو صحيح يشتتك، أو تبحث بالآي أس أس إن. الآن الآي أس أس إن من أخذناه مالت المجلة، نشوف طلعت لنا فقط السنسرز أند أكتويترز فقط، هذه المجلة الوحيدة، لأن هذا الآي أس أس إن فقط تمتلكه هذه المجلة. إذا نأخذ هذا الآي أس أس إن نفسه وندخله ب السكوبس ريفيو، إيش حينطيني؟ حينطيني صفحة المجلة اللي تحدث شهرياً. شوف طلعت لنا فقط السكوبس أند أكتويترز ب كيميكال. إذا أجي حينطيني؟ حينطيني السايت سكور. السايت سكور هنا محسوب لعام 2020 14، ويعطيني الاس جي ار اللي هو ينطي نفسه هناك الاس جي ار، ويعطيني الاس ان اي بي، وايضا ينطيني معلومات ايش وقت هي داخله سكوبس، داخله من 1990 ولغايه الان. ينطيني التوبكس اللي تشتغل بها، وينطيني ايش قد السايت سكور مالتها
بآخر شيء شنو؟ 4 نوفمبر 2021 يعني هذا الشهر إيش قال؟ 14.1. من يكمل 21 حي يحدث هنا ويصير 2021 ويبدي هنا يسوي شهريا التحديث. هذه الميزة ضيفت حديثا هذا العام ضيفت لي سكوبس. نشوف ان هنا الكاتيجوري مالت المجلة وين ينشر. شوف هاي المجلة انه هي Q1 في كل التوبكس اللي تنشرها بالماتيريال ساينز هي Q1 بالماتيريالز الماتيريال كيمستري Q1 بالميتال اند الوز ايضا Q1 بالفيزيكال اند استرونومي ايضا Q1 وتقريبا هي ثالث مجلة بهذه المعلومات اشوفها انا منين اشوفها من الويب سايت مال السكوبس ريفيو. ما اريد اطيل على حضراتكم هذه اول تو ويب سايت المفروض اي باحث بينا يتعامل وياها ويعرف منين يحصل على الكوارتر ومنين. طبعا انا الكوارتر اقدر احصل عليه لما انا اتعلم شلون احسب الكوارتر من السكوبس ريفيو و اتعلم ايضا شلون احسب السايت سكور. من الويب سايت اللي ايضا نحتاج نتعلمها هي كلاريفيت. وايضا احنا كجامعات بالعراق او بالوطن العربي عندنا ضعف بمعلومات عن الكلاريفيت. طبعا الكلاريفيت هو الاي اس اس اي جورنال بال 2017 اصبحت الكلاريفيت جورنال. وهذا ايضا الويب سايت اللي احنا ممكن نتعامل وياه كفري اللي هو هذا الموقع ما ينطيك الامباكت فاكتور نهائيا. فقط الجامعات اللي عندها اكسس مع كلاريفيت هي اللي باستطاعتها تشوف. طبعا احنا بايميل الجامعه مالتك بامكانك تسوي ويب سايت لل اكسس يوزر نيم وباسورد بكلاريفيت لكن ينطيك معلومات الفري فقط. ينطيك الامباكت سايتيشن بس ما ينطيك الامباكت فاكتور. الان ناخذ نفس المجله مثلا ونشيك هل هي كلاريفيت ولا لا. ايضا افضل تشيك هو على الاي اس اس ان مالت المجله افضل من غيرها. نشوف احنا بحثنا بالكلمه فايضا ظهرت لنا هوايه مجلات من ضمن هذه اللي كنا نتكلم عنها اللي هي السنسرز اند اكتويترز. اذا اخذ الاي اس اس ان مالتها وابحث عنه راح نشوف انه تظهر لي فقط هذه المجله. وشنو المعلومات اللي ممكن احصل عليها على هذا الويب سايت؟ هذا الويب سايت يتفعل عندك لما نسوي لوج ان له. لما اسوي لوج ان له راح ينطيني ريبورت عن هذه الجارنال لان انا سابقا مسوي دخول إلى مسجل فهذه صفحتي بي. فمن أجي أخلي الـ ISSN راح نشوف أنه بإمكاني أشوف الـ View Profile Page لهذه المجلة لكن أيضا ما راح ينطيني المعلومات الكافية. أتأكد منها أنه هي Clarivate وبالإمكان من خلال الويب سايت أروح أشيك لكن هذه مو أوفيشال. هذه أنا دا أخذ معلومات من المجلة نفسها بينما هو المفروض كلاريفيت ينطيني منين. من نشوف هنا بال المعلومات اللي ينطيني إياها ما بيها الامباكت فاكتور مالتها. ليش؟ لأنه أنا ما عندي أكسس فقط عندي أكسس مجانية على هذه المجلة أو على دار النشر اللي هي بلسفير. اقدر اشوف من الويب سايت مالتها اغلب المجلات تخلي الامباكت فاكتور مالتها ايش قد والسايت سكور ايش قد وتنطي معلومات وافيه لكن كتدقيق هو مو صحيح. بس انت كباحث بامكانك تستعين لان هيش مجلات خصوصا المجلات اللي هي بكلاريفيت ما يعني تغش المعلومه بالصفحه مالتها. فمن خلال هذه الصفحة نقدر نشيك انه المجلة هي كلاريفيت لو مو كلاريفيت. فاذا عرفنا مستوعب سكوبس شلون نشيك المجلة هل هي ضمن مستوعب سكوبس
وهل هي ضمن مستوعب كلاريفيت. وعندنا من التيرمز اللي لازم احنا نعرفها ونتعامل بها كباحثين هو الاوركيد، اللي هو الاوبن ريسيرش اند كونتريبيوتر ايدنتيفاير، اللي هو هذا رقم لكل باحث متكون من 16 رقم. هذا ينطيك هوايه فاسيليتي، بحيث انت كباحث شنو الهدف من النشر؟ الهدف من النشر انه بحوثك تصل لاكثر عدد من الباحثين حتى يزيد عندك السايتيشن، يزيد عندك الاتش اندكس. هذا ان الاتش اندكس والسايتيشن هو انديكيتر لمدى الفائده اللي انت حققتها من نشرك لبحوثك. اذا فقط تنشر وماكو فد مستخدمين لبحثك ماكو قيمه للبحث العلمي. لكن كل ما يزداد عدد الباحثين، احنا من نقول سايتيشن، السايتيشن مثلا بي اسكوبس هو اذا انت عندك مثلا عدد سايتيشنك بالاسكوبس انه مثلا 100 سايتيشن، اذا اكو 100 باحث استخدموا بحوثك ونشروا بحوثهم وبحثك كان ريفرنس في هذين البحوث اللي نشرن في مجلات سكوبس. وكذلك بلوب اوف ساينز اللي هو الكلاريفيت، من نشوف بكلاريفيت اكو اتش اندكس، وعندك اتش اندكس مثلا او سايتيشن مثلا 100، السايتيشن هاي ال100 معناته اكو 100 باحث اخذوا من بحوثك واستفادوا من عندهم ونشروا بحوثهم في كلاريفيت جارنال. لذلك هو انديكيتر لمدى استفاده الباحثين الاخرين من عملك البحثي. الاوركيد شيء اهل، شيء ينطيك فاسيليتي. الاوركيد بامكانك تربط كل الويب سايت البحثيه من خلاله. واني من اعمل سبمت الان لمجله السفير، سبرنجر، اي تربل اي غيره، يسالني او اقيم بحث باي مجله، يقول لي الايدنتيفاير اوركيد ايش قد، او هو يقول لك اريد اسوي اوثرايزد للاوركيد نمبر مال حضرتك. فمن تسوي لينك تنزل كل معلوماتك الموجودة. أنا من أسوي سبمت وأعرف بالأوركيد ما يحتاج أكتب اسمي وإيميلي واسم جامعتي وعنواني وكذا، هاي كلها منين يأخذها؟ من الداتابيز مالت الأوركيد. الآن مثلا أنا بالأوركيد إيش رابط؟ رابط صفحتي الجامعية مال جامعة الأنبار، ورابط موقعي على السي اي جارنال، ايش قد انا عندي بحوث هناك وايش قد ناشر وكذا. رابط قناتي مال اليوتيوب، رابط الريسيرش جيتس، الجوجل سكولر، صفحتي مالت سكوبس وصفحتي مالت البابلون. هذول كلهم مربوطين باوركيد، كلهم صاروا داتا بيز واحده الي. فهذه جدا مهمه للباحث. فمن الامور المهمه اللي لازم نتعلمها هو انه ننشئ صفحه باوركيد ونعرف شلون نستفاد من عندها، بحيث الان انا اذا يصير سايتيشن على اي بحث من بحوثي بسكوبس يجيني على الايميل اندكشن انه السايتيشن زاد، صار تحديث عن طريق اوركيد. فهذه جدا مهمه بالنسبه للباحثين. الان احنا مثل ما نريد نعرف الوجه الحسن للمجلات وندور على مجلات سكوبس او جارنال حتى ننشر بها، حتى ما نوقع بالخطا، اكو موقع يشيك لهذه المجلة هل هي مجلة مفترسة، مجلة وهمية لو لا، بريديتوري جورنال أم لا، اللي هو أنشئ عام 2012 من قبل العالم بيل جيفري بيل، وسمي باسمه بيل ليست، حتى أكو موقع هو للتشيك آخر مو البريديتوري جورنال دوت كوم، هو البيل جورنال دوت كوم. أي مجلة عندها خلل ب شروط النشر البحث العلمي الصحيح تدخل ضمن هذه القائمة، كانت تكون تنشر خارج التخصص، تنشر مقابل ثمن بدون بري ريفيور، لأن واحدة من أهم شروط المجلة الرصينة أنه تكون المجلة تنشر بحوثها عبر أنه تمر بالبري ريفيور بروسس اللي هي التقييم التحكيم للبحوث، ويكون هذا أسلوب التقييم منشور ضمن موقع المجلة. الأسلوب كيف يدخل البحث وراح نتناوله بالجزء الثاني من محاضرتنا. هذا الموقع البريديتوري جورنال يأهلك أنه تشوف المجلة اللي أنت تريد تدز البحث مالتك إذا كانت بريديتوري على مستوى الجورنال أو على مستوى الببلشر. يعني الآن هذه لستة بالبريديتوري جورنال على حسب الحروف من الأي إلى الزد،
وبالإمكان على الببلشر، لأن هذه الليست الثانية على الببلشر. شلون احنا عندنا نحكي السفير، سبرينجر، اي تربل اي، وايلي، وهكذا. الببلشر اللي ضمن البريداتوري هي موجوده ايضا من الاي الى الزد. فهذا ايضا من المواقع المهمه اللي علينا انه نتعلم احنا كباحثين. اذا اذا نريد نسوي ملخص انه انا شلون اشيك المجله هذه رصينه ام لا، يعني احنا عندنا بالجامعات العراقيه لجان رصانه، يعني انا بالكليه انا رئيس لجنه الرصانه للمجلات العلميه. شلون نشيك المجله حتى ننطي ديسيشن، هذه المجله رصينه ام غير رصينه، معتمده تخضع للتقييم ام لا تخضع للتقييم، يستفاد منه بهذه العبارات اللي دا اقولها الاخوه الباحثين اللي يقدمون على الترقيه العلميه، من مدرس الى من لكتشر الى من اسيستنس لكتشر الى لكتشر الى اسيستنس بروف الى بروف. المجلات اللي ناشر بيها ننطي بيها رصانه ببساطه من خلال الموقع الاولى بي سكوبس، احنا ندقق هذه المجله هي سكوبس من عدمه، ومن خلال الموقع الثاني اللي حكينا عليه الكلاريفيت ندقق هي ضمن كلاريفيت لو لا. نتعب شويه نروح مع احد الباحثين اللي طالع يدرس بوست جراجويت، نستعين به عن طريق اليوزر نيم والباسورد مالته ونشيك الامباكت فاكتور مالته بالضبط ايش قد، او نستعين بصفحه المجله وندقق الامباكت فاكتور مالته ايش قد. اذا كانت المجله عراقيه، واحنا بالعراق عندنا فقط 9 مجلات داخله بسكوبس، المجلات البقيه العراقيه ده نحكي هسه على مستوى العراق يعني عذرا، هي شنو الحكم؟ هي رصينه معتمده تروح لتقييم ما تروح تقييم؟ فاحنا عندنا بالعراق المجلات المعترف بها بوزارة التعليم العالي هي 331 مجلة موجودة بهذا الموقع مال موقع المجلات العراقية. هذول ال 331 هم مجلات كلها معتمدة تخضع للتقييم، يعني هي لك حق تنشر بها، بس من تجي تقدم ترقية صاروا 332 مو 331، ذاك الأسبوع كانوا 331. هذول ال 332 جورنال هم اوبن اكسس بري ريفيور جورنال، معتمدات من وزاره التعليم العالي. هذول من انت تنشر بهم. الفرق الوحيد عن سكوبس وكلاريفيت انه بحوثك بلجنه الترقيات تروح الى التقييم. ايضا اذا هي في مجله كانت تكون تصدر من جامعه مصريه، مثلا جامعه القاهره، جامعه عين شمس، وما داخله هي لا بسكوبس ولا بكلاريفيت، ودورت عليها وما لقيتها بالبريداتوري جورنال حتى اقول هي بوزيتيف لو نيجاتيف، بقت مو موجوده بالمفترسه، مو موجوده بكلاريفيت، مو موجوده بسكوبس، شنو موقفي يعني من هاي المجله؟ هذه المجله اروح اشيكها وين؟ اشيك الجامعه اللي تصدرها، هل هي من ضمن جامعات الابتعاث بوزاره التعليم العالي العراقيه؟ اذا كانت ضمن جامعات الابتعاث فهي مجله معتمده تخضع للتقييم. هذا هو ملخص الجزء الأول من المحاضرة. أرجع مع حضراتكم ونشيك أسئلتكم على الشات اللي عنده أسئلة حتى نجاوبها، وبعدها ننتقل مع حضراتكم إلى الجزء الثاني من المحاضرة. السؤال الأول يقول كيف يتم الاعتماد على بيل ليست وفي كيف يتم الاعتماد على بيل ليست وفي محاضرات سابقة ذكر أن هذا الشخص غير مؤهل لكي يقوم بتقييم المجلات، وللأسف في العراق نعتقد هذا ما يمكن. تعليمات وزارة التعليم العالي بكتب رسمية أكدت على اعتماد موقع بيل جيفري لتشيك المجلات هل هي ضمن المجلات المفترسة من عدمها. وأنا عضو لجنة الترقيات بكلية الهندسة بجامعة الأنبار، ومثل ما أسلفت رئيس لجنة الرصانة، فما أتصور هذه المعلومة دقيقة إنه إحنا ما نعتمد على بيل جيفري بتدقيق المجلات من عدمه. السؤال الثاني، إذا أمكن أرسال المواقع المذكورة على الشات، حاضر إن شاء الله. هاي مسألة سهلة، ان شاء الله ارسلها على موقع الدوره مالتكم باذن الله.
ايضا ما هي الفائده للاتش اندكس للمجله وفي موقع الاس جي ار. اذا انا شفت الاتش اندكس وشفت المجله هي انا كباحث الان احكي اذا شفت المجله هي كيو 3 وانا اريد انشر بمجله سكوبس، اكيد هذه المجله السكوبس انا من انشر بها ما راح يعني على قولة العرب في ليله وضحاها حتخرج هذه المجله من سكوبس. ففائده الاس جي ار انه انا اذا اشيك الكوارتر مالت المجله هو ضمن الكيو 3 او كيو 2 او كيو 1 اكيد هذه مجله رصينه وممكن انشر بها وانا مطمئن انه ما راح تخرج من سكوبس وتصير لي مشكله بالبحث مالتي. اما اذا ردت المجله ايش قد السايت سكور مالته وتراقب شهريا ايش قد فتعتمد على موقع السكوبس ريفيو يعني اكيد اسلم. اذا ردت تعرف الموقع مال المجله الحقيقي فالعمليه سهله جدا. انت بالاس جي ار اكو هوم بيج او بالسكوبس ريفيو هي اكو هوم بيج، هذه الهوم بيج هي تدليك على الان مثلا هذه المجله. هذه المجله نشوف انه المجلات نوعيتين بالاس جي ار. الان شكو هنا اكو هوم بيج. هذه الهوم بيج انا اذا اضغط عليها المفروض يوديني على سنسر اند اكتويترز بي كيميكال جورنال. اكو بعض المجلات بسكوبس شوف هنا وصلني لهذا الموقع. بعض المجلات ماكو هاي العلامه، ماكو هاي الكلمه، هوم بيج ما تلقاها. ليش؟ لان هذه المجله ما يصير لها هذه الايقونه بسكوبس اذا ما تدفع لسكوبس مبلغ. فلذلك المجلات اللي ما لها اعتماديه بسكوبس، بعض المجلات موجوده هي وضمن سكوبس بس هي ما تدفع لسكوبس فماكو عندها هوم بيج. فتشوف هذه المجله كل فتره سكوبس شو يسوي؟ يخليها اندر انفستيجيشن. طبعا انت بامكانك تدقق اذا عندك وقت دز ايميل لسكوبس قول لهم هذه المجله اسمها ولا اساسا مالتها، هذه المجله معتمده عندكم بسكوبس، البحث المنشور بها ينزل بصفحه الباحث، لان مثل ما تعرفون حسب التعليمات الاخيره لوزاره التعليم العالي البحث ما يعتبر بحث رصين في مجله سكوبس اذا ما ينزل ضمن صفحتك بسكوبس. اذا ما ينزل يروح تقييم، ما يعتبر لك بحث سكوبس. فالمجله من تريد انت تنشر بها وانت مطمئن تدقق شيئين، هي بسكوبس ولها سايت سكور، والشغله الثانيه من تنشر بها بعد ايش قد الفتره وتنزل بسكوبس، اكو مجرد ما ينشر البحث اونلاين اسبوع ينزل بصفحتك مالت سكوبس، اكو ثلاث اشهر، اكو اربعه، ندز للسكوبس هذه المجله نشرنا بها وهذا العنوان مال البحث وما دخل البحث ضمن صفحتي. يقول لك يجاوبك انه هذه اندر انفستيجيشن، هي عليها تحري هذه المجله وبعدها ثلاث اشهر او اربعه او خمسه يدخل البحث مالتك ضمن سكوبس، مرات تطلع وبعد ما يدخل البحث ضمن سكوبس. كيف يمكن معرفه الموقع الحقيقي للمجله؟ احيانا هذا افضل اسلوب انه اعرف. طبعا ايضا اذا هي كلاريفيت موجود ايضا سايت فيو اللي هو للمجله، ايضا تعمل كليك عليه حيوديك على موقع المجله الحقيقي. كيف يمكن ادخال المجله العراقيه لسكوبس؟ هذا سؤال جدا مهم، وانا قبل يعني اول امس انطيت محاضره في اكاديميه اثراء المعرفه برعايه مجله الضاد العربي في منظمه صداقه الدوليه، اللي هي هذه المجله اطلقناها بفضل الله عز وجل وجهود الخيرين في منتدى الضاد العربي، مجله سجلت في مملكه السويد وان شاء الله قريبا جدا جدا يصدر لها الاي اس اس ان، وان شاء الله في فبروري 2022 حيصدر العدد الاول منها. فانطيت محاضره على شروط دخول المجله لسكوبس، اكو 16 شرط لدخول المجله اي مجله لسكوبس، منها على السريع انه المجله عمرها سنتين وناشره اعداد ثابته بهذه السنتين، للمجله موقع يعني الكتروني باللغه الانجليزيه، بحوث اللي منشوره في هذه المجله كلها كعنوان وككيورد وكابستراكت هي منشوره باللغه الانجليزيه. في موقع المجله موجود شرح وافي للبري ريفيور بروسس
وتعليمات للريفيور وتعليمات للباحثين وأيضا منشور إذا أكو ببلش فيه للمجلة. نشر البحوث يجب أن يكون بسيكونس ثابت، يعني أنا أقول هذه مجلة مجلتي تصدر عددين بالسنة، ما أجي السنة الأولى أصدر عددين والسنة الثانية ثلاث أعداد والأعداد مالتي عدد بعشر بحوث وعدد ثاني 12 أو 15 أو 20، يجب أن يكون بسيكونس ثابت. وأيضا يجب أنه الراعي التوزيع الجغرافي للباحثين وكذلك للريفيور اللي هم المحكمين، يجب أنه يكون 30% هم فورينر يعني أجانب، مثلا أنا مجلتي تصدر في مصر فالمفروض 70% منهم من مصر و30% من باقي دول العالم، هذا شرط من شروط دخول لسكوبس. أيضا يجب أنه يكون لبحوثك المنشورة في مجلتك هي أكو إلها سايتيشن من مجلات بسكوبس، مو سايتيشن أي سايتيشن، لازم سايتيشن من مجلات هي داخلة بسكوبس قبل مجلتك. هذه يعني مجمل الشروط حتى تدخل أي مجلة لسكوبس، وإن شاء الله كل المجلات العراقية والعربية تدخل إلى سكوبس. هل نشيك المجلات المختطفة؟ طبعا أكيد من البريديتوري جارنال نقدر نشيك المجلات. دور بتعزيز دور المجلات المحلية من قبل الوزارة، هذه عدة مناشدات، لأن إحنا واحدة من الأمور اللي ضربت مجلاتنا العراقية هو اعتماد وزارة التعليم العالي على المجلات بسكوبس. أخواني أكو مجلات بالعراق بشهود يعني كثيرين ويعني الشمس ما يعني يحجبها غربال، هي أفضل بكثير من مجلات سكوبس. عندنا مجلات عملاقة تصدر صار لها 30 سنة، أكو مجلات وأكثر من 30 سنة لكن ما دخلت بسكوبس بسبب هذه الشروط وعدم مراعاتنا وعدم اهتمامنا احنا بهذه الأمور. احنا الآن فقط جامعة بغداد عندها 5 مجلات ما شاء الله دخلت بسكوبس، وتدخل إن شاء الله مجلاتنا مو قاصر أنه الدخول بسكوبس، لكن الآلية اللي اعتمدتها وزارة التعليم في أنه البحوث اللي تترقى بها الباحثين هي لازم سكوبس. أنت عندك بحثين سكوبس تأخذ على محور التقييم الأداء 40 نقطة، إذا عندك بحثين ناشرة بسكوبس البحث الأول. هذه كلها عوامل أدت إلى هجر الباحثين لمجلاتنا رغم أنه رصانتها. أكو مجلات تحكم أفضل من كيوان بهذه، ومو مبالغة صدقوني، يعني من مجلة الهندسة بجامعة بغداد ولو دخلت هي بالهذه، مثلا مجلة السيطرة والنظم الجامعة التكنولوجية، هذه مجلة عملاقة يجوز صار لها 40 سنة أو أكثر هي تنشر وتحكيمها جدا قوي، لكن ما داخله بسكوبس. هذه الأساليب أدت إلى أنه تنهجر هيك مجلات. فنسأل الله عز وجل أنه يلهمنا الصواب في هذه المسألة وترجع يعني هيبة مجلاتنا العراقية. ممكن أسماء المجلات العراقية في سكوبس موجودة، يعني بالإمكان أنه هنا نكتب بسكوبس، ولو أنا ما أريد أطيل في هذه الفقرة، لكن بالأس جي آر أخواني أكو هذا الجورنال رانك، ونروح على الكانتري رانك وهنا نختار العراق، ف نشوف انه بالعراق هو اكو فقط 9 مجلات، هذه هي المجلات العراقيه. طبعا 2 منهم كيوان هي يعني مجله الموصل ومجله كربلاء ومجله الزراعه بكيو 3 والباقيات كيو 4، 5 منهم لجامعه بغداد، هذه المجلات العراقيه. كيف يمكن معرفة الموقع الحقيقي؟ جاوبناه. كيف يمكن إدخال؟ جاوبناه وجاوبناها تقريبا هذه الأسئلة. أيضا المجلات العراقية، إرسال البي دي أف إن شاء الله بإذن الله عز وجل، البي دي أف مسجل ونرسلكم البي دي أف والتسجيل. ما هو الفرق بين الأتش إندكس والساي؟ الأتش إندكس إخواني يحسب للبلد، للمجلة، للشخص، للجامعة، لأي جهة تنشر، لأي جهة تتبنى نشر البحوث العلمية لها اتش اندكس. السايتيشن او السايت سكور ماكو شيء، السايتيشن هو عدد المرات المستخدمة للبحث، يعني الان مثلا السايتيشن مال بحوثي مثلا بسكوبس مثلا 140،
هذه قلنا أنه أكو 140 باحث استخدموا بحوثي في ونشروا في مجلات هي في داخل في مستوعب سكوبس. أكو سايتيشن بالجوجل سكولر، أكو سايتيشن بالكلاريفيت، بالسي آي جورنال اللي شفناه الموقع، وهكذا. فالسايتيشن مختلف عن الاتش اندكس. السايت سكور يحسب فقط للمجلات في سكوبس، مقابل السايت سكور اكو الامباكت فاكتور اللي هو يحسب وين؟ بالمجلات اللي داخله بكلاريفيت. الامباكت فاكتور يحسب لسنتين سابقه، السايت سكور يحسب لثلاث سنوات سابقه. هل هناك مجله عراقيه تنشر بالعربي؟ اكو مجلات العلوم اتصور تنشر باللغه العربيه، لكن هي داخله بسكوبس، ف لازم يكون الابستراكت والكيورد والعنوان ايضا بالانجليزي. اكو مجله اردنيه سكوبس اي تربل اي، هل تعتبر مو كل اي تربل اي سكوبس؟ احنا جانا كتاب من وزاره التعليم العالي، كل مؤتمرات اي تربل اي اكسبلورر هي تعتبر وتدخل طبعا بصفحه الباحث في سكوبس، هي بحوث عالميه تخضع للتقييم. هذه المجلات الرصينه القبول فيها يطول الأخواني، القبول مو بالضرورة يطول في مجلات سكوبس أو عدمه، حسب آلية وراح نشرحها إن شاء الله بالجزء الثاني. الآلية اللي تعتمدها المجلة بالتقييم، أكو مجلات تعتمد أنه أنا الآن ريفيور مثلا، أكو مجلات تنطيني أسبوعين، وأكو مجلات تنطيني شقد، تنطيني 42 يوم أو تنطيني 45 يوم، وأكو مجلات تنطيني 3 أشهر. إحنا من تنطيني 3 أشهر المجلة أنا على كيف أجاوب، من تنطيني اسبوعين مضطر انه اجاوب. فمرات البروسيسنج مالت اللي تعتمدها المجله بالريفيور هي اللي تاخر من عدمه. طبعا اكيد اكو مجلات عليها زخم بسبب الرانك العالي مالتها، واكو مجلات لا تكون اقل. دكتور ماذا يعني 197؟ شنو 197؟ عذرا دكتور حيدر ما فهمت السؤال، ماذا يعني 197؟ ما عرفت شنو. دكتور هذه السنه مجلات كيوتو عالميه ضمن، طبعا اي مجله كيوتو معناتها هي يعني اذا كانت بكلاريفيت او بسكوبس فهي معتمده اكيد ما دامها هي كيوتو. هذه اخواني مال تكرار البحوث، اخواني الاعزاء، يعني هذه مساله هي بالاول والاخير هي امانه، واحنا بصراحه يعني الجزء ده يعني بحكم العمل باللجان العلمية بالمؤتمرات، وأيضا أنا رئيس تحرير مجلة الأنبار للعلوم والهندسة، العلوم الهندسية، وأنا كنت سابقا بها إديتر قبل لا أصير رئيس تحرير. أخوان الأعزاء هاي مسألة أمانة علمية تلقاها بكل مكان، هذا الغش موجود. إذا أحكي لكم الأمثلة اللي مرت علينا بالغش وغيرها، أنا من عام 2012 عندي برنامج التيرنتن اللي هو يشيك الاستلال، محاولات الغش بالاستلال إخواني بالبلاجارزم، فد محاولات عجيبة غريبة من الباحثين. فهذه مسألة الأمانة مسألة بيرسوناليتي ما تقدر تحكمها ولا أكو نظام يقدر يحكمها نهائيا. إذا أخواني الأعزاء ننتقل إلى الجزء الثاني من المحاضرة حتى لا نطيل على حضراتكم. الآن أخواني راح نتعرف على الخطوات اللي أعتمدها بعد ما اختارت أنا مجلة، كيف أعمل سبمت للبحث مالتي. طبعا حسب المجلة، المجلات أنواع أخواني، أكو مجلة تعطيك تطلب من عندك عنوان البحث، الأبستراكت، الكيورد، ومنطيتك رابط تقول لك سوي أبلود لبحثك، وهذه الملف اللي حتعمل له أبلود هماتين حسب نوعية المجلة. أكو مجلة تقول لك سويه أبلود بأي فورم. بعد ما يقبل البحث، بعد ما يخضع إلى البري ريفيور بروسس ويقبل، اعمل البحث مالتك بعد القبول والتعديلات اعمله بفورمة المجلة. وكل مجلات ما تقبل البحث مالتك إذا ما أنت من البداية عامل البحث بيش بالفورم مالتها، التابلت مالتها اللي هو يعلمك شلون تكتب الفونت مالت العنوان،
الفونت مالته اسماء الباحثين، فونت الكتابه والسايز مالته للتكست، الابستراكت احتمال شكل، بقيه التكست شكل، العناوين كيف، الريفرنس اللي يعتمدها هي هل هي الاي تربل اي شنغهاي اي بي اي اي من فورما يعتمدها. ف او هي تكون ضمن المجلات اللي هي في دور نشر عندها رانك مثل السفير سبرينجر، راح نشوف انه هذه اكو نظام يحكمها اسمه السكولر مانسكريبت. هذا انت يطالبك ابو المجله، وغالبيه المجلات المعتمده واللي هي برانك عالي تطلب منك تسوي على الويب سايت مالتها يوزر نيم وباسورد. بعد ما تدخل وتعمل يوزر نيم وباسورد راح يكون لك صفحتك الخاصه اللي انت مستقبلا احتمال تصير ريفيور لهذه المجله، فراح تكون عندك احتماليه الدخول لصفحتك بالمجله، تدخل انت كريفيور، تدخل انت كاثر باحث. مستقبلا احتمال علاقتك تتطور بهذه المجله وتكون ضمن الاديتر بورد مالت المجله، محرر بهذه المجله، يصير عندك ثلاث خيارات بالدخول لهذه المجله، مره تدخل كاديتر، مره تدخل كباحث، ومره تدخل كريفيور. وطبعا بهذه الحاله الشروط الاثيتيك العلميه الرصانه العلميه انهم اني في مجله اديتر ما يصير انشر بها. فانت يظل عندك هذه الايقونه انه انت بامكانك تدخل كاثر بس ما يحق لك تنشر بهكذا مجله. فبعد ما عملت اليوزر نيم والباسورد راح نجي ندخل نشوف بصفحتي اكو النيو سبميت ارتكل، هذه ايقونه. فندخل على النيو، شوف الان اني هذه اثرز وريفيور، فاني اريد اسوي سبميت، ادخل على الايقونه مالت الاثر واشوف انه انا عندي نيو سبميت ارتكل. فالنيو سبميت من سكريبت او ارتكل راح نشوف انه هنا انا عندي مثلا ان سبميت ارتكل وحده والباقي زيرو، لان انا هسه دخلت على هذه المجله. اذا انا عندي سابقا راح تنزل هنا أنا عندي سبميت مثلا ب مثلا انا اول سبميت مسوي بهاي المجله بال 2011 14 سبتمبر 2011، فعندي الداتا اللي انا اول مره سجلت واريد اسوي سبميت ب 4، وراح نشوف انه بعدين ايش قد عندي راح يصير ريفيور، ايش قد عندي هذه الانترناشنال جورنال للروبوتك راح نشوف انه بها تقييمات بها كذا يعني علاقه مع هذه المجله. فالان انا عندي ان سبميت ارتكل واحده يعني فقط مسجل واريد اسوي سبميت، فادخل على كليك هنا على سبميت نيو مين سكريبت وراح اشوف انه ادخل اني هنا كاثر او ريفيو كاديتر او ببلشر. هذه الاربع ايقونات احنا اللي تهمنا الان هي الاثر لوجن. انا دخلت فالان راح ابدي بسلسله السبميت ارتكل او المين سكريبت. شنو هو؟ حيطلب من عندي تايتل، وبعدها حيطلب من عندي نوع هذه الارتكل اني، هل هي ريسيرش ارتكل؟ هل هي ريفيو ارتكل؟ هل هي شورت او لتر؟ اكو مجلات او مجلات تعتمد تيرم الشورت بيبر او اللتر اللي هي عباره عن صفحتين فقط، او هي ميثودولوجي، بعضها اكو ميثودولوجي، وبعض المجلات تضيف يسمونه ريزلت ببلشر ايضا. وبعدها اخلي التايتل مالت البحث مالتي والابستراكت، ومنطيني ليميتيشن. كثير من المجلات تعتمد الليميتيشن هو اعلى شيء 200، وعدد كلمات التايتل 15، او هنا مثلا ينطي اكثر 50 وورد بالتايتل، وبال الابستراكت ينطي 300، وهكذا حسب المجله وحسب يعني البروسس مالتها. بعدها راح يطلب من عندي الابلود للبحث مالتي، ويدخل ضمن الان اني اقدر اشوف البروسس وين هو بالبحث مالتي، هل هو with editor، لو هو under review،
اللي هو بالريفيجن اللي هو حسب اني من خلال هذه الصفحه اقدر اراقب البحث مالتي الى ان يصير ببلش ونشوف الان مثلا ميجر ريفيجن هذه بحث ب 2004 ميجر ريفيجن و اقدر اجاوب او اسوي اجراء على انه ارسل الميجر ارسل الريفيجن فورم مالتي واشوف التعديل عليها وهكذا. نرجع الى مثلا الان هذا ديسيشن لتر، انا اريد اشوف الديسيشن اللي صار على السبمت مالتي، نشوف انه راسلي فد ديسيشن اللي هو الميجر ريفيجن، واني بالامكان اسوي ريسبونس الى بعد ما اجري التصليحات مالتي. هذا اللي هو الداشبورد مالت الباحث. هذا اني البحوث مالتي كل واحد كل بحث الى بالداشبورد مالتي شنو الاجراءات اللي صارت عليه، ايش وقت صار الى ريفيجن، الريفيور اني اقدر اطلع عليها ارائهم، اجاوب اقدر اجاوب للريفيور واقدر اجاوب للاديتر وهكذا. هذا السمري اللي يطلع للباحث اللي هو بالتايتل وبالاي دي وايضا بمعلومات الاثر وايش وقت التاريخ مالت السبمت. هذا كله بموقع المجله. هذا انستراكشن انا اذا اريد اطلع على كيف الريفيور وشين القواعد اللي يعتمدها، هذه اللي احنا تكلمنا عليها من قلنا واحده من شروط دخول المجله الى سكوبس انه تكون واضحه للباحثين. وطبعا التقييم اللي ايضا راح نتطرق له، التقييم للبحوث اخواني بالمجلات هو ثلاث انواع. هو بلانت تو واي بلانت اللي هو يعني لا انا اعرف الريفيور انا كباحث ولا الريفيور يعرفني كاثر، هذا بلانت. واكو سنجل بلانت اللي هو ممكن اني اعرف الريفيور بس الريفيور ما يعرفني، ممكن بالعكس الريفيور يعرف الاثر بس الاثر ما يعرف الريفيور. واكو لا نون بلانت اللي هو انا اشوف الريفيور اللي حكم بحثي وايضا الريفيور يشوفون اسمي موجود على البحث هو الافيليشن كامل. واغلب البحوث اغلب المجلات اللي هي مثل السفير سبرينجر اللي هي الهاي رانك يكون الريفيور يعرف الباحثين، عفوا يعرف نعم الريفيور يعرف الباحثين. هذه الريفيور لما انا ريفيور بهذه المجله اللي قلنا عليها هذه الانترناشونال اوف انتليجنت روبوتك سيستم اني ريفيور بها، يشوف انه انا مكمل وياهم 21 مكمل وياهم 21 ريفيور وعندي اثنين اندر بروسيس وهكذا. هذه اللي اني اذا اني داخل على الريفيور شنو المعلومات اللي تجيني، بالامكان اشوف الريسبونس مالت الاثر، بامكاني اشوف الفيو سبمت اللي هي الارتكل، وبامكاني ارسل الريفيور مالتي وهكذا. هذه كلها موجوده ضمن صفحتي. هذه الان انا مثلا مقيم بحث بال 20 ابريل 21 ونشوف انه مقيم بحث ايش وقت بال 2013 10 جون 2013 كلها موجوده داتا بيز واقدر اشوف الراي مالتي اللي انا منطيه منذ 2013. هذه الداتا بيز اخواني مهمه جدا لك كريفيور، راح تشوف هذا البحث اللي انت قيمته هل هو النشر ام لا، وتشوف راي الريفيورز الاخرين شنو هو، وتتعرف عليهم هم بيا جامعات وغيرها، وتظل تراقب هذه من 2013 الى 2021 هي تاريخ معك. هذه كلها تأمنها شنو هو المجلة. ايضا اسلوب التقييم الان الريفيو بروسس، اذا انا اريد اجي اقيم الريفيو بروسس اخواني هذا اللي تشوفونه الريكومنديشن، هذا اخر خطوه بالتقييم لكن هو موضوع واضعينه بالبدايه. فانا من اجي اسوي ريفيو الان، انت سويت سبمت انت كباحث وجاء البحث الي كريفيو، فهذه اكو هنا اللي هو
الكونفليكتد مالتك، هل انه انت يسالونك انه انا اذا ارسل التقييم هل اضمن اسمك لو لا؟ فاذا انت توافق راح تقول يس، واذا لا لا. والقرار اللي تنطيه هو اما اكسبت او ماينر ريفيجن او ريفيجن او ميجر ريفيجن او ريجكت او انيبل او نو ريسبونس، اني يجيني وما اجاوب عنه. وبعدها حكينا على تعريف الاوركيد ريفيور، هذا اني اسوي اثيتك للاوركيد مالتي. بعدها بعد ما سويت للاوركيد يسالني هل انه انت تريد هاي الريفيو مالتك تنحسب لك نقطه بالبابلون، اقول له يس، راح مباشره من اسوي سبميت راح تنضاف نقطه للعدد، يزداد عدد البحوث اللي مسوي لها اني ريفيو ببابلون. راح يسالني على الكونتريبيوشن بالارتكل وانطي اني ليفل، وراح يسالني ايضا على انه هذا الكونتريبيوشن ويا البريفيوس موجوده سابقا هيجي كونتريبيوشن لو لا، ايضا انطي ليفل. وبعدها يسالني على ال هل انه واضحه ال 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 الشرح مالت البيبر، هل انه البرزنتيشن ساتسفاكتوري وافيه، ايضا انطيها تقييم. بعدها راح يسالني انه انطي ريفيو نوتس للاوثر ويروح يشوفها الاوثر، وريفيو اخرى للاديتر فقط الاديتر يشوفها، وبعدها نسوي سبميت للريفيو مالتي. هذا الداشبورد اللي حكينا عنه اللي هو بالادمنستريتور سنتر اللي هو يم المجله، يكون بهالشكل هذا. و بعض المجلات قلنا تطلب منك قالب البحث، الان مثلا هذه هي لمجله الانبار للعلوم الهندسيه، احنا نريد قبل لا يسوي لنا الباحث السبمت يكون البحث ضمن الفورم او التابلت مال المجله، اللي هو يكون بالفيرست بيج احنا عندنا عنوان المجله، وهنا العنوان منطينك ايش قد السايز وكيف تكتب اسم اسماء الباحثين وكيف تكتب الافليشن مالته، وايضا البيبر انفورميشن شو وقت سويت سبمت الريسيفد احنا شو وقت استلمناها، والريفيجن والاكسبتنس وهكذا، الكي وورد والابستراكت، هذا يكون كله بالجزء الاول من الصفحه الاولى. الجزء الثاني راح يكون بهالشكل، هذا هي تو كولوم، اكو بعض المجلات وان كولوم وهكذا. ننطي الهدر اللي هو عباره عن الكروسبوندينج اثر الفاكس مالته ورقم التليفون. الصفحه الثانيه راح تكون بهالشكل هذا، وموضحي لك الجدول ايش قد الفونت مالته بالداخل الجدول، وكيف اعتماديته الخطوط الداخليه ما تظهر، الخطوط اللي بالمين تايتل مال التيبل تدخل، وايش قد السايز مالت الكتابه والفونت باعلى بالتايتل مالت التيبل، وكذلك بالفيجرز الى اخره. اكو مجلات تختلف عنه، مثلا الان هذه الاي اي تي اللي هي الاي دبل اي سابقا، فد دار نشر بها مجلات، وكلها يعني اغلب مجلات هي كيو 1 كلاريفيت، كانت متسابقه مع اي تربل اي، وهذه كانت اي دبل اي، بعدين يعني بيعت هذه لدار النشر واصبحت اسمها الاي اي تي. هذه مجلة الكنترول ثيوري اند ابلكيشن بالاي اي تي، هذه الفورم مالتها اللي تعتمدها. هذه سنسرز جورنال اللي هي ضمن الام دي بي اي، هذا احد البحوث اللي منشوره بها بهالشكل. هذا تكون الفورم مالت السنسرز، التايتل بهالشكل، كتابه الاسماء الباحثين، كتابه الافيليشن، التواريخ للريسيفد والاكسبتنس والببلشر بهالشكل هذا. المجلات اللي عادة الرصينة اللي تير تحافظ على السايتيشن مالتها هي تعمل اديتنج للبحث وتاخذ اكسترا في عليه، يعني اذا بعد ما تعملها سبمت ويصير تقييم بريفيور وينطيك اكسبتنس، يرجع يقول لك اني اسوي اديتنج لانجوج اديتنج، ليش؟ حتى يحافظ على السايتيشن لبحوثه. فنشوف انه هذا البحث الان مصحح لغويا من قبل المجلة، وايضا تحافظ على الفورم مالت الكتابه، كيف تكتب العناوين، كيف تكتب
الريفرنس وهكذا، حتى تحافظ على شكل المجلة وتكون مجلة رصينة، تحاول تحافظ على موقعها ضمن المستوعبات العالمية. أنا آسف على الإطالة، أشكركم وأشكر أصدقائكم، ونرجع نشوف أسئلتكم على الشات، وبعدها نطلب من أختنا الفاضلة ست راندا أنه تفتح المايك إذا أكو حد عنده مداخلة، بعد ما نقرأ الأسئلة على الشات. موعد الامتحان هذا حتقرر إدارة الدورة دكتور عزيز، أتصور هو واضح بالإعلان أنه امتحان نهاية الدورة، المحاولة الأولى راح يكون يوم 22/11، والمحاولة الثانية اللي هو يعني راح يصادف يوم الاثنين، ويوم الأربعاء 24/11 المحاولة الثانية بإذن الله عز وجل. إن شاء الله الجميع موفقين ويجتازون الامتحان من المرحلة الأولى، ولا تخافون من الامتحان. السايت سكور هو الـ 1097، هذه مجلة إذا هي مجلة أكيد كيو 1 إذا هيك سايت سكور لها، يعني المجلات عادة اللي هي هيك سايت سكور أكيد كيو 1 إذا يعني السؤال مضبوط. معامل هيرش ممكن يكون 197، ممكن يكون أكثر للشخص. عندنا باحث عراقي كان مقيم في ماليزيا والآن في قطر، أتصور دكتور باسم، اختصاصه أتصور فيزيكس، الاتش اندكس مالته 430 أو هيك رقم، يعني نسأل الله يوفقه ويحفظه وينفع به، فممكن يكون الاتش اندكس للباحث أو للمجلة بهكذا أرقام. إذن هو إذا مجلة فهي مجلة أكيد رصينة. كيف أعرف بحثي نشر علما أنه تم قبوله؟ هذه حسب سياسة المجلة. يعني أكو مجلات مثلا المجلات الأندونيسية خصوصا الآن هي رواج بالنشر، تنشر لك أبستراك وتنطيك رابط اللي هو ديو آي، اللي هو مثل ما المجلة عليها آي أس أس أن، لكل بحث أيضا إلى آي دي اسمه ديو آي. هذا ديو آي هو خاص بس لبحثك إلى ديو آي، وبحث الثاني إلى غير ديو آي، وتنطيك ديو آي، وبعد ثلاثة أشهر أو أكثر أو أقل ينشر البحث كاملا وتشوفه على الويب سايت. أكيد المجلة المفروض من تقبل البحث تنطيك تاريخ النشر إيش وقت، أو ينزل بالقبول مالتك يقول لك قبل بالعدد الفلاني مثلا، فمثلا فوليوم أول إيشيو 2، فأنت على الويب سايت مال المجلة راح تعرف من خلال يا فوليوم منشور متى يكون النشر مال البحث مالتك. توقيت الامتحان قلنا يوم 22 ويوم 24 المحاولة، يوم 22 المحاولة الثانية 24. و كيف استخرج رابط صفحتي على انسرا علما بسجل الموقع؟ اذا انا فهمت السؤال صح، فالمفروض مجرد ما تدخلين على الموقع اكو يوزر نيم وباسورد، دخليهم حتروحين على صفحتك، او من السيرش دخلين اسمك على الـ 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 او اسم الباحث يدخل على السيرش، فراح يلقى حتروح تدخل اسم واحد فحتلقى مجموعه اسماء على اسمك تدخل وتدخل على صفحتك. الصوت غير واضح ستراند، الصوت واضح من فضلك. بارك الله بك. اذا الكاتب السؤال غير الصوت غير واضح، اذا الخلل من الانترنت اللي عندك. الشهادات بعد الامتحان، احنا الدورات عادة في بوابة تلك ما عندنا شهادات، لان هي مو محاضرة واحدة، الشهادة حتأتي في نظام معتمد بالشهادات. واتصور الاخت ستراند الفاضلة هي المسؤولة، هي ودكتور عزيز عن منح الشهادات، وهذا راح يكون ببروسس بعد الامتحان. أنا أشكركم الشكر الجزيل على حسن صحبتكم، وأسأل الله عز وجل أن تكون المحاضرة أدت الغرض منا، وأسأل الله عز وجل أنه يوفقكم جميعا وتنجحون بالامتحان. والامتحان سهل جدا جدا، لكن إحنا كبشر من نسمع امتحان نقلق، ولا هو الامتحان معلومات يسيرة خصوصا الليفل الأول، الليفل الثاني شوية يكون أصعب يعني.
إذا تم الاقتباس من بحوثي فهل سوف أعلم؟ طبعا أكيد، مجرد أنه أنت تعمل صفحة بسكوبس مثلا، مجرد أنه تعمل بصفحتك بسكوبس الآن مثلا هذه، أنا مجرد ما ينشر بحث إلي بمجلات سكوبس راح يدخل هنا ويجيني إنديكاتر على الـ على الـ الإيميل مالتي، لأن أنا رابط الأوركيد هذا، شوفوا بها أخواني، هذا أنا رابطه مع صفحتي بسكوبس، فمباشرة يجيني. وحتى إذا صار سايتيشن واحد راح يجيني الآن، يعني إذا أشوفكم هذا الإيميل مثلا، شوف أنه أكو بإيميلي تجيني من أوركيد تنبيهات أنه صار دخول للبحوث بسكوبس، هذا إذا كان بسكوبس. أما إذا كان مثلا بالريسيرش جيتس على سبيل المثال، فبالريسيرش جيتس أو بالجوجل سكولر عفوا، هنا تشوفون أنه السيتيشن إيش قد، الاتش اندكس مالتك إيش قد، والآي اندكس مالتك، الآي اندكس اللي ما يعرفه، الآي اندكس إيش قد، كل بحث يصير إلى 10 سيتيشن يزيد الآي اندكس مالتك واحد. يعني الآن مثلا الآي 10 اندكس مالتي 12، أنا عندي 12 بحث هم لهم سيتيشن أكثر من 10، يعني مثلا البحث الأول 33 سيتيشن، فإذا هذا الآي اندكس واحد، وهكذا نشوف إذا نجي نحسبهم هم 12، هاي 1 2 3 4 5 6 7 و 8 9 10 11 12، البحث هذا رقم 9 من يصير 10 يصير الآي اندكس 13، وهكذا. بالإمكان أنه تشوف السيتيشن مالتك هنا، هاي بالجوجل سكولر، هاي سكوبس، الويب اوف ساينس بامكانك من البابلون تشوف السايت الاتش اندكس مالتك وتشوف ايش قد عندك سايتيشن وايش قد عندك ببلشنج. هذا الان الببلشنج مالتي بالويب اوف ساينس بالاي اس اي، اكو 18 بحث بالاي اس اي، التوتال سايتيشن مالتي هل قد، الاتش اندكس هل قد 28، هذا الريفيور مالتي اني ايش قد هو 165، وهكذا. هذه مجموعه الان اذا نروح على الاوركيد ونشوف انه البحوث اللي ناشره بالاس سي اي، الاس سي اي اللي هي اعلى تصنيف بالاي اس اي، اكو الاس سي اي اللي هي مجلات محدوده 4500 مجله بكل الاختصاصات للاي اس اي اللي هو يعني الكلاريفيت جورنال، الكلاريفيت جورنال هو بكل التخصصات 98000 مجله. شوفها انه هذا الاوركيد مالتي انا معرفه، لولا انه انا ما ربط الاوركيد مالتي مع هذه الصفحه ما تظهر عندي صفحه بالاس سي اي جورنال. ونشوف هذه بحوثي اللي ناشرها اني بالاس سي اي جورنال، وايضا ايش قد عليها سيتيشن لكل وحده، وايضا ايش قد الاتش اندكس مالتي بالاس سي اي، وهكذا. هذه من خلال هذه الويب سايت اني اقدر اتعرف على بحوثي وشنو صاير عندي سيتيشن بيه. ان شاء الله يصلكم التسجيل مال المحاضره باذن الله. نوع الاسئله حكينا عنها. اخواني الاتش اندكس يحسب بثلاث مكانات، يحسب بسكوبس ويحسب بالريسيرش جيتس ويحسب بالويب اوف ساينس، كل واحد الى طريقه شكل. يعني تشوف الاتش اندكس مثلا بالجوجل بالسكوبس هو مثلا 6، بالريسيرش جيتس مثلا 12 او 13، بالويب اوف ساينس يختلف 18 مثلا. هذا يعتمد على طريقه الحساب بال هذه المستوعب، وايضا يعتمد على بحوثك ايش قد بها سايتيشن. يعني مثلا انت ناشر 10 بحوث بسكوبس بس يجوز السايتيشن مالته جدا قوي، فشوف الاتش اندكس مالتك بسكوبس قوي، لكن تروح مثلا بالويب اوف ساينس انت يجوز عندك ايضا 10 بحوث لكن عدد الباحثين اللي استخدموا بحوثك قليل، فشوف الاتش اندكس مالتك قليل، وهكذا. ايضا انا اشكركم واشكر حسن اصغائكم، واتصور ماكو اسئله بعد. اختي ستراند اذا امكن فتح المايكات اذا اكو احد عنده مداخله او شيء. مبارك الله بكم، شكرا جزيلا. ارجو انه من حضراتكم تغلقون المايكات فقط اللي عنده مشاركه، اما يسوي رايزنج هاند. احنا ما نريد نتعب اخوتنا الفاضل ستراند ونعمل رايزنج هاند ونتراقب واحد واحد وناخذ الاسئله له. حضراتكم اللي
يحب يشارك او يحب يطرح سؤال خليه يفتح المايك مالته ويتكلم. اذا ماكو سؤال ان شاء الله، اسال الله عز وجل يوفقكم جميعا. بارك الله بك اختي الفاضله ستراندا على الاداره للمنصه، وان شاء الله نسال الله لك التوفيق والسداد. اشكركم اخواني على الحضور وبارك الله بكم، وان شاء الله موفقين جميعا ونشوفكم بالمستوى الثاني قريبا ان شاء الله. بارك الله بكم، شكرا جزيلا، تصبحون على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله بك ستراندا، شكرا جزيلا، السلام عليكم.